لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثوا اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد. صباح الخير عليكم، صباحنا صباح الملك لله. اهلا وسهلا بكم، نزول في اللون، مرحبا يسون، مرحبا بكم في فيديو جديد، لقاء جديد اليوم ان شاء الله. لقاء تاعي راح يلقاكم من الجزائر العاصمه، راني في دارنا الحمد لله. كما راكم تسمعوا الاذان والاجواء والحاله، يعني ما شاء الله، حتى الجو يعني راهو هايل ربيعي، يعني جو ولا اروع. الاذان يرفع في بلادنا وكما راكم تشوفوا، يعني ما شاء الله ما شاء الله، اجواء ما نقدرش نوصف لكم الفرحه اللي راني فيها. ومن خلال هذا الفيديو نتمنى لكم جمعه طيبه مباركه عليكم جميعا، ربي يتقبل دعواتكم وصالح اعمالكم. انا من الحديقه صورت لكم بعض المقتطفات الرائعه كما كنتوا تشوفوا هذا المنظر الجميل، وانتوا مع بعض نشوفوا واش حضروا لنا للغداء. وهذه الطاولة تاعنا تاع يوم الجمعة كما كتشوفوا، طبق تقليدي جزائري اللي هو الكسكس. درنا هنايا طعام مرقة حمراء بالخضرة، فرايت نصور يوم الجمعة كامل نديرو أطباق تقليدية. وهكذا بنات خويا الله يبارك ما شاء الله عليهم، يعني هما اللي تهلاو وهكذا رحبوا بيا، وجدوا هذه الطاولة المتواضعة ان شاء الله يا ربي تعجبكم. فوالا هذه هي المرقه تاعنا، مرقه حمراء بالخضره بالحميصه والخرشف. فوالا مرقه راهي سخونه وتفحفح، والريحه راهي تشهي ما نقولكمش. هنا بنت خويا شطوره هي اللي طيبت الطعام، من بعد بيناتنا برك نقولكم الا بنين ولا لا. فوالا هذا طعام وزيت والكاسي، احنا دائما هكذا في الطعام نجوزو بالزيت والكاسي. فوالا هذا هو على انواعه، وهذه هي الطاوله تاعنا، يعني رحبوا بيا كثر خيرهم. صورت لكم هذا الفيديو هكذا قصير خفيف ظريف، غير باش نتقاسم معكم الفرحه ديالي، الفرحه تاع العوده تاعي بعد سنين. نتمنى ان شاء الله يا ربي كامل المغتربين كل يوم ان شاء الله يتلاقاو مع احبابهم وناسهم. الله لا يحرمكم ان شاء الله من لما تاع والديكم واحبابكم. هذه هي لمتنا اللي هي يوم الجمعة هكذا تلايمنا، أنا صورت لكم وسط الطاولة ولكن العائلة كاملة راهي طايرة. إذا هكذا بصحتنا وبصحتكم نتوما تاني، واش طيبتوا اليوم الجمعة؟ هنا خديت لكم بعض اللقطات تاع قهوة العشية مع أختي وليداتها، بابا ويما، خاوتي وليداتهم وزوجاتهم، ربي يحفظكم كامل. نشكركم كامل كامل جزيل الشكر على حسن الضيافة والاستقبال. وهكذا لحقنا النهاية تاع الفيديو تاعنا اليوم، كنت صورت لكم هكذا فيديو خفيف ظريف تاع يوم الجمعة كامل واش درنا فيه. فوالا إذا هكذا ما فيه لا سمعة ولا رياء، فقط يعني حبيت نتقاسم معكم الفرحة ديالي. ترقبوا مني فيديو جديد من الجزائر العاصمة، إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.